شركة بنية مرصوص، شركة استشارات هندسية وإشراف وتنفيذ. احنا طبعا شاركنا في المعرض هذا لأن الشركات المشاركة فيه شركات على مستوى ليبيا بالكامل. اللي بنحب نقوله ان ما شاء الله مستوى المعرض كان فوق المستوى المطلوب او المتوقع، حتى شركات ما شاء الله من جميع انحاء العالم شاركت معنا. عندنا مشاريع حتى احنا على مستوى طرابلس وعلى مستوى ليبيا، وفي حتى مشاريع كانت مقترحاتها حتى خارج ليبيا. احنا عندنا مشاريع، طبعا احنا نشتغل في جميع المشاريع، جميع الاقسام وجميع التخصصات. احنا لما نشتغل في المشاريع نشتغل في جميع التخصصات، يعني المعماريه، الانشائيه، المشاريع اللي هي خاصه بالاجهزه الانذار، المنظومات، الحرائق والاطفاء، يعني البنيه التحتيه، جميع المشاريع اللي هي تخص المباني A to Z، جميع البروجكت. عندنا مشاريع كبيره هنا، مشاريع مستشفى معتيقة الطبي، مستشفى المدينه الطبيه العسكريه معتيقة، عندنا مشاريع في الجنوب مستشفى غاد الطبي، عندنا مشاريع ترفيهيه، قرى سياحيه، في جميع المجالات. يعني كيف انطباعك على المعرض بحكم انكم مشاركين؟ ما شاء الله معرض لحد الان اموره تمام التمام، وشركات اللي مشاركه فيه كلها شركات على كفاءات عاليه، وان شاء الله يكون في تعاون ما بيننا وما بينهم وعلى مستوى الدول المجاوره.